أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. استهل طلاب وطالبات 34 ألف مدرسة في جميع أنحاء المملكة اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني بالحديث عن قصة وفاء لخادم الحرمين الشريفين وأيضا دعمه للتعليم، حيث خصص وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتخصيص أول حصتين بالمدارس للحديث عن هذا المصاب الجلال، أيضا للحديث عن البيعة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع سعدني أن أرحب بضيفي بالاستوديو. إحنا معنا اليوم الأستاذ التربوي معتوق الشريف مدير ثانوية عبد الرحمن الداخل. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم مرة أخرى. حياك الله. أهلا وسهلا فيك وعظم الله أجرك وأجركم إن شاء الله وأجر المشاهدين. أهلا وسهلا. بداية خلينا نبدأ يعني بالحديث بشكل عام عن بدء الدراسة اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني. حدثنا كيف سارت الأمور عندكم بأول يوم، خصوصا يعني حدوث هذا المصاب يعني قبله بثلاث أيام. هو ما في شك إنه هذا المصاب الجلل يعني طال الكبير والصغير، ولا سيما أيضا الشباب اللي هم تربوا في عهد الملك عبد الله وتربوا على يعني كرمه وأيضا دعمه للتعليم ودعمه للشباب ككل. طبعا خيم الحزن منذ طابور الصباح على الوجوه، وثم استهلت الفاجأة والتعازي استهل بطابور الصباح من خلال الكلمات الإذاعية وأيضا كلمات مدراء المدارس ونحن أيضا كذلك. ثم أيضا بدأت الحصتين الأولى والثانية وحسب التوجيه بالتذكير ب مناقب الراحل. هنا سؤالي كان موجه لحضرتك، كان يعني مثل ما الكل يدري انه صاحب سمو الملكي الامير خالد الفيصل وزير التربيه والتعليم خصص اول حصتين للحديث عن هذا المصاب الجلل، انا ابغى اعرف ايش تفاصيل هذه الحصتين؟ هي تنوعت طبعا من كل بيئه لبيئه، لكن هي مجملها كانت عباره عن كتابه سجل رثاء في خادم الحرمين الشريفين وتذكير بأعماله من قبل الطلاب. أيضا هناك من يعني حاول أن يترجم إحساسه بالحزن من خلال لوحات كمواضيع تعبير يعني. كان نعم، وأيضا كلوحات تشكيلية وأيضا كستاندات للتوقيع للمبايعة وأيضا رثاء في الراحل يرحمه الله. فتنوعت المناشط بحكم أيضا تنوع البيئات وأيضا تنوع الأفكار المطروحة. هناك يعني أفكار كانت جميلة جدا في بعض المدارس، وتنوعت طبعا من بنات إلى بنين الأفكار. ربما يعني وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت الكثير من الصور ومن الأعمال التي قدمت اليوم، فكانت هناك متنوعة ليست على نمطية واحدة، لكن أغلبها كانت إلقائية في التعريف أو التذكير بما أنا كنت لسه أبغى أسألك، هل هي كانت فيها ترتيب مسبق ولا كنت يعني كانت الحصة عبارة عن تعبير عشوائي أي كانت الطريقة؟ لا هو كان في توجيه سابق طبعا بمتابعة مدير التعليم في جدة وأيضا مدراء التعليم على مستوى المملكة. كان هناك ترتيب في بعض المدراء أيضا يعني داوم في المدرسة من قبل يومين تجهيز للحصتين وأيضا للمناشط التي ستقدم في هذه الحصتين. فتنوعت بحكم الاجتهاد من كل مدير إلى مدير آخر، فكان هناك استعداد يعني منذ أن صدر التوجيه وبلغ مدراء المدارس بذلك تم استعداد. حتى في الإجازة كان هناك استعداد، لذلك خرجت هذه الأعمال التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع التواصل تناقلتها، كانت فيها يعني سمات أنه كانت العملية مستعدة لها وليست ارتجالية. تمام. طيب إذن الطلاب عبروا بطرق مختلفة عن هذا الوفاء وهذا الحب، طيب إيش لمستم من الطلاب؟ هو زي ما قلنا يعني أنه الطلبة هم في سن الشباب، والشباب يمكن عاصروا جل عمرهم مع خادم الحرمين الشريفين 9 سنوات ليست بالقليلة، شاهدوا كثير من التطور في الوطن، شاهدوا أيضا في مجال التعليم كيف انتقل التعليم وكيف كان هناك مشروع الملك عبد الله تطوير التعليم والميزانيات التي ضخت للتعليم وأيضا الميزانيات التي ضخت للمدارس. يعني تخيلين أن كل مدرسة
خاصة بس بالطلبة، 10,000 ريال كدورات وتكريم للطلبة، و10,000 أخرى كمساعدة للطلبة. فبالتالي هم شاهدوا ولمسوا على أرض الواقع ما قدمه خادم الحرمين الشريفين يرحمه الله الملك عبد الله للتعليم، ولمسوه على أرض الواقع، فبالتالي كانت مشاعرهم أقوى من مشاعر الناس كثيرين لم يلامسوا هذا الواقع يعني. ولعلهم أيضا ارتباطهم بالرياضة بشكل عام ورياضة كرة القدم لمسوا أيضا ما قدمه خادم الحرمين الشريفين رحمه الله للرياضة وللشباب، فبالتالي كانت مشاعرهم كبيرة حزينة جدا، وكانوا يعني يعتبر أنهم المثل الأعلى لهم والقدوة ووالدهم التي تربوا على يديه وفقدوه، فبالتالي تكون العملية هنا يعني صعبة. يعني كانت في حالة من التأثر من الطلاب، ما في شك، ما في شك. حتى بعض المرشدين ترى تدخلوا في حالات، يعني تخيلي أنهم يعودوا للمدرسة كانوا في حكم أو ملك سابق والآن في ملك آخر، فكانت الصدمة يعني النفسية هنا مؤثرة أنه يدخلوا المدارس بدل ما كانوا يشوفون صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الآن يشوفوا صورة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، فبالتالي كانت العملية أنها تحتاج إلى نوع من التوجيه يعني سحب هذه النفسية وإعادة تهيئة الطلبة للفاجعة. تمام. طيب بالنسبة للاستقرار والبيعة كيف تم تداولها بين الطلاب؟ هو ما في شك أنه في البداية طبعا الطابور الصباح كان في هناك كلمة رثاء وأيضا كلمة مبايعة وتعريف بهذه المفاهيم، مفاهيم البيعة وكيف هي أيضا من الإسلام وكيف شروط البيعة. فبالتالي كانت حتى يعني في مناحي أخرى كانت هناك محاضرات مفتوحة للطلبة، وفي جانب أخرى كانت محاضرات مغلقة داخل القاعات، فبالتالي بدأ يعني عملية إفهام أو الطلبة طبعا هم الآن فاهمين، وسائل الإعلام لم تغب عن هذه المفاهيم ورسختها من خلال تواجدها خلال الأيام الماضية بفعالية، فبالتالي أصبح لديهم علم بهذه المفاهيم، لكن لما تأتي بطرق تربوية أعتقد أنها أكثر تأثير. لذلك كانت هناك في مناحي فيها محاضرات جمعية أو لجميع الطلبة، وفي محاضرات خاصة بكل قاعة دراسية، في بعضهم من استخدم السبورات التفاعلية التي مرتبطة بالإنترنت وبدأوا يعني يؤكدوا على بعض، ينشروا بعض كلمات مثل كلمة خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان في مبايعته للشعب، وأيضا بعض الكلمات وبعض الأفلام الوثائقية عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله. فبالتالي أصبحت هناك صورة مرئية ومع فيلم مع كلمة، بالتالي أصبحت هناك تعزيز لهذا المفهوم. تمام. طيب خلينا نتكلم على، نرجع مرة ثانية لشخصية المغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز. طبعا الملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له كان له الكثير من الإنجازات فيما يتعلق بالتعليم. نعم. لكن ليس هذا فحسب، إنه يعني إنما كان له الكثير من العطاء في جميع المجالات، سواء التعليم أو غير التعليم، لكن لمستم من خلال هذه النشاطات معرفة كاملة من الطلاب تحديدا بهذه الإنجازات اللي قام بها الملك عبد الله، أم كانت مختصرة فقط على مجالاتهم كونهم لسه في مراحل مبكرة من العمر لسه ما بيطلعوا على كل شيء؟ لكن اللي أبغى أعرفه، هل هم كان عندهم فضول ومحبة إنهم يعرفوا كل شيء عن إنجازات الملك؟ هو كانت في أسئلة يعني ربما تغيب في خضم الإنجازات، كانت أسئلة لكن تم الإجابة عليها بطرق متعددة كما أشرت، في منها أفلام الوثائقية عبر اليوتيوب والمواقع الموجودة فيها، أيضا من خلال الكلمات والحوار بين المحاضر أو المعلم وأيضا الطلبة، بالتالي شكلت لديهم وعي بما يجهلون، لا سيما أنه بعض المدارس أيضا عملت منذ فترة وأيضا عملت الآن مع الفاجعة أنها وضعت لوحات في مداخل المدارس وأيضا في تضم معظم إنجازات خادم الحرمين الشريفين ومشاريعه التي قدمها على مستوى التنمية بشكل عام وعلى مستوى التربية والتعليم بشكل خاص. تمام. طيب يعني سؤالي الأخير، يعني هل هناك جوانب يعني وطنية مستمرة تقام في المدارس ضمن نهج معين؟
هو دائما ارتباطنا، لانه المدارس هي مكان لتربيه الاجيال وتعويدهم على التنشئه الصالحه، وايضا الهدف الاساسي من المدرسه هو تخريج مواطن صالح متمسك بعقيدته وانتمائه الوطني. فبالتالي البرامج هي مستمره، لا سيما انه هناك المدارس تعتمد خططها سنويا، خطة العام كله قبل بدء العام الدراسي تعتمد من إدارة التربية والتعليم أو المكاتب التربية والتعليم لكل قطاع، فبالتالي تعتمد هذه الخطة وفيها حزمة من البرامج، سواء برامج مباشرة اللي هي نقصدها في الخطة أو برامج غير مباشرة اللي هي أحيانا تكون طارئة أو التي تكون أيضا يعني من خلال التواصل البيني والاتصال الشفوي بين المعلم والطلاب. بالتالي هناك برامج على مدى العام، لا ننسى أنه في الأيام اليوم الوطني، لا ننسى أنه هناك في أيام الاحتفاءات مثلا بإنجازات الوطن وإلى آخره. فبالتالي عندنا أسابيع وعندنا احتفالات على مدى العام، لذلك دائما مرتبطة النواحي التربوية بالنواحي الوطنية، أيضا الكتب والتربية الوطنية وغيرها من المناهج الموجودة أيضا تساهم بمساهمة في هذا الجانب. طيب يعني هو المفروض كان هذا سؤال أخير، لكن عندي طيب. سؤال آخر يعني لفت نظري لما قلت أنه أحيانا بنلجأ لمرشدين الطلاب يعني مساعدة الطلاب على تخطي هذه المحنة. خلينا نتكلم كمان أنه الآن هو بيمر جو عام حزين صحيح. نوعا ما حزين جدا حتى على الطلاب والطالبات، يمكن في بعض الطلاب يعني حالتهم بتكون أصعب من غيرهم، فبيحتاجوا لمرشدين طلابيين إنهم لمرشد طلابي إنه يساعدوا تخطي هذه المرحلة، لكن الجو العام السائد كيف ممكن الطلاب يتخطوا ويبدأوا مرحلة جديدة بجدية ونشاط؟ وخليني أعطيك مثال على يعني تأثير الأطفال والشباب بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله. أنا أولادي ما داوم اليوم، ثلاثة أولاد، ولدين وبنت، ما داوم لأنهم ما هم قادرين يتخطوا هذا الحاجز. أيضا أنه كيف نهيئ الطالب الآن مع بداية عام جديد واجتهاد وجد، هذه تعتمد أولا على الأسرة، ثانيا أيضا على المدرسة وبرامجها ومدى فاعلية المرشدين الطلابيين فيها ومدى احتوائهم، وأيضا نقلة الطلبة من مرحلة إلى مرحلة وتعويدهم على أن هذه سنة الحياة وأنه لا بد أن تسير الحياة. أيضا وسائل الإعلام عليها دور كبير جدا في, 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 في تغيير هذه الصورة، وأنه لا بد أن نؤمن بالقضاء والقدر، وأنه الملك عبد الله رحمه الله هو إنسان وكلنا ميتون، وبالتالي يجب أن نتخطى هذه الإشكالية ونبدأ. الواحد أحيانا بيضطر أنه إذا مات والده بيحزن عليه، طبعا الملك عبد الله هو والد الجميع وهو أكيد. أكثر تأثيرا من وفاة الوالد لبعض الأشخاص لبعض الناس. نعم، فبالتالي هي صعبة جدا، لكن مع مرور الوقت مع تضافر الجهود سواء التربوية أو الإعلامية أو كذا، بالتالي هذه هي وسيلة من وسائل أنه يعني ننتقل إلى مرحلة أخرى. تمام، يعطيك ألف عافية وشكرا لك أستاذ معتوق الشريف. شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل لقاء خاص مع مدير الشؤون الثقافية بالملحقية السعودية في الإمارات.